عامل ايه؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ حبيبي واستاذ المشاهدين بخير. كابتن ماهر، هل النادي الاهلي بحاجه الى رجال اعمال؟ وياسين منصور طبعا من يعني الاسماء الكبيره والاسماء المهمه جدا داخل النادي الاهلي، وكان داعم فتره من الفترات لصفقات كتير داخل النادي الاهلي. لكن انا سؤالي لحضرتك ان فتره من الفترات كان تم حصل خلاف، وكان ياسين منصور عاوز يكون موجود في لجنه الكره في النادي الاهلي وقت ما كان حسن حمدي رئيسا للنادي الاهلي. هل الاوضاع والازمات الماليه والمشاكل الماليه اللي بتمر بيها الانديه الكبيره هي اللي خلت محمود الخطيب رئيس النادي يغير السياسه ويبدا يلجا الى ياسين منصور؟ اكيد يا اسلام، يعني هو تفكير ذكي من الكابتن محمود الخطيب، وزي ما انت ذكرت كده ان كانت ممكن يكون في مشاكل مع ياسين منصور. ياسين منصور ده ابن مبناء النادي الاهلي، عضو مجلس اداره كان في مجموعه كابتن حسن حمدي مع كابتن صالح سليم. ياسين منصور معروف عنه ان هو راجل شاري، راجل بيحب النادي الاهلي، بيدعم النادي الاهلي بجميع الصفقات اللي كانت في الاعوام السابقه. انا شايف ان اختيار جيد بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي بكادر كابتن محمود الخطيب ان هو يفكر في شخصيه زي شخصيه ياسين منصور، تقود طبعا شركه كره القدم في النادي الاهلي، وده من الاحترافيه اللي بيبحث عنها محمود الخطيب ومجلس ادارته. يعني من يوم ما تولى محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، وهم كان عندهم برنامج لمده 4 سنين، يعني قدروا في خلال 4 سنين دول يوصلوا بثقه كبيره جدا للاهداف اللي هم كانوا واضعينها، وده يمكن كان من الاهداف الامثل اللي هم بيبحثوا عنه ان هو محتاجين في شركه كره القدم ان هم يختاروا شخصيات عندها الحس الفني وعندها الحس الاداري وعندها البيزنس او عندها الماده اللي تقدر تساعد بشكل كبير. فاختيارات كابتن محمود الخطيب مع مجلس ادارته في تعيين ياسين منصور ومعاه مصطفى مراد وحسام غالي، انا شايف ان هو قدر ان هو يجمع مجموعه من القيادات اللي كانت موجوده اذا كانت في النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي، والقيادات ديت قادره ان هي تنجح شركه الكوره بشكل كبير. فانا شايف ان يعني من حظوظ النادي الاهلي ومن حظوظ مجلس اداره النادي الاهلي ان يقع الاختيار على هذه الاسماء. طيب، هل شركه كره القدم ديت تلغي بقى بعد كده وجود لجنه الكوره، وجود لجنه التخطيط اللي هي موجوده دلوقتي برئاسه محسن صالح؟ هل هيكون في تضارب اختصاصات، ولا الاختصاصات هتبقى محددة، ولا انت شايف ان شركة الكرة مش هتلغي اي لجان من اللجان الفنية الخاصة بكرة القدم داخل النادي الاهلي؟ انا احساسي كده اسلام ان اللجنة دي يعني جاية واخد بالك، يهمها في الاول والاخر طبعا نجاح مؤسسة الكرة في النادي الاهلي. اكيد هيتعاملوا مع كل الشخصيات اللي عندها حس في نجاح هذه المنظومه، وخصوصا من ابناء النادي الاهلي. يعني هم زي ما انت شايف كده عندهم اختيار زي حسام غالي. يعني حسام غالي كادر من الكوادر المميزه في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، اكتسب الجانب وهو لاعب الجانب الفني بشكل كبير، اكتسب في وجوده كرئيس قطاع او مدير كوره لنادي الجونه اكتر من سنه او سنتين، اكيد اكتسب جانب كبير جدا من الجانب الاداري. اكيد هيتعاملوا مع كل الناس اللي هي شغاله في هذه الجزئيه، وده افتكر ان خلال اليومين الجايين دول هيبان هذا الكلام يا اسلام. يعني هم في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي هيعلن عن كل التفاصيل للشركه، واخد بالك، من خلال الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاداريه. يعني اكيد هيتعاملوا مع كل الشخصيات اللي ممكن تنجح هذه المنظومه، زي ما فكر كده طبعا رئيس النادي ومجلس ادارته ان يبقى القياده من خلال الثلاثي اللي احنا ذكرناه في بدايه حديثنا.
هل موسيماني هيلعب بطريقة دفاعية وحضرتك تنصحه يلعب بطريقة دفاعية قدام صن داونز، ولا الهجوم خير وسيلة للدفاع؟ لا اكيد، لان كمان صن داونز يساعدك على الجزئيه دي يا اسلام. صن داونز بيلعب كره حديثه، كره فيها من رجل للرجل، فيها تسليم وتسلم، عنده تنظيم في الجانب الهجومي بشكل جيد. اكيد النادي الاهلي لما ياخد الكره هيرجع نص ملعبه عشان يامن بشكل كبير، وعند الاستحواذ اكيد النادي الاهلي هيعتمد على الكونتر اتاك او كره الثابته اللي يقدر ممكن يباخد بيها سان داونز. لكن عشان يلعب بطريقه دفاعيه من بدايه المباراه، فانا شايف ان دي هتبقى خطوره على النادي الاهلي. واكيد موسيماني دارس سان داونز بشكل كبير جدا، احنا مش محتاجين نقول ان هو دارس لان هو واحد منهم، فاكيد عنده المنتاليتي والعقليه بتاعت لعيبه سان داونز، وهم بيفكروا ايه طبعا في ملعبهم، بيتنظموا ازاي، بيدافعوا ازاي، بيهاجموا ازاي، فكل الحاجات دي اكيد عند مستر موسيماني. ساعده بشكل كبير جدا انه نجح في الجوله الاولى، واكيد هيساعده بشكل كبير جدا في انه ينجح في الجوله الثانيه. انا شايف ان النادي الاهلي في المباريات اللي بالشكل ده مع الفرق الكبيره بيأدي بشكل كبير جدا داخل ملعبه او خارج ملعبه. يعني هسأل حضرتك اخر سؤال وليك مطلق الحريه ترد او ما تردش. موسيماني، هل البطوله الافريقيه هي يعني المعيار الأساسي لتقييمه داخل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية؟ ولقدر الله، لقدر الله طبعا النادي الأهلي بإذن الله ينافس وبإذن الله ياخد البطولة بإذن الله، بطولة إفريقيا، لكن لقدر الله هل لو موسيماني أو لو النادي الأهلي حصل أي نتيجة مخالفة لدوت، ممكن موسيماني ما يكونش موجود، ولا النادي الأهلي ما بيتعاملش بالقطعة؟ وزي ما انت قلت كده اسلام، يعني هو النادي الاهلي ما بيتعاملش بالقطعه، النادي الاهلي بيتعامل مع نهايه الموسم. موسيماني في حاله اخفاقه لبطوله افريقيا اكيد هتقلل من اسهمه، لكن في حاله فوزه ببطوله افريقيا اكيد بتعلي من اسهمه. فانت النهارده النادي الاهلي نادي بطولات، النادي الاهلي بيشارك في 5 بطولات، مطالب من المدير الفني اللي موجود مستر موسيماني ان هو يحصل على معظم البطولات اللي النادي الاهلي بيشارك فيها. لكن موضوع الاداء يمكن الاداء الفني اللي مش عاجب جمهور النادي الاهلي، واخد بالك؟ وده له اسباب من الناحيه الفنيه، ان هو برضك الراجل ما عملش فتره اعداد، تولى الفريق من 5 اشهر بعد حصوله على البطولات اللي هو حصل عليها، ما عملش فتره اعداد، ما حطش الاسلوب او السياسه او المشروع اللي هو عايز يعمله او عايز يضيفه. كل 3 ايام طبعا في منتهى الصعوبة على مدير فني انك انت تقدر تلحق تتعالج الاخطاء اللي انت بتقع فيها او تحافظ على الاجابات اللي انت موجود عليها. فانا عايز اقول ان طبعا مهم جدا 3 نقاط، مهم جدا البطولة، لكن الاداء بيجي اخر حاجة بالنسبة لسياسة المدير الفني. لكن جمهور النادي الاهلي مش عاجبه الاداء، واخد بالك؟ وانا مع جمهور النادي الاهلي، عايز اداء وعايز نتيجة وعايز مكسب وعايز بطولات. فهو دي يمكن الجزء ده يمكن مستر موسيماني حاسس بيه، ان في حاجه مفقوده في اداء الفريق، بيحاول على قد ما يقدر ان هو يوصل الفكر اللي في دماغه او المشروع اللي هو بيفكر فيه. لكن زي ما قلت، مين هيرحمك في حاله انك انت ما خدتش بطوله؟ ما حدش هيرحم، لا اللي مش هيرحم حد. فمطالب البطوله رقم 1، ثم بعد كده الاداء رقم 2. كابتن ماهر همام النجم الكبير طبعا، نجم الكرة المصرية الأسبق، بشكرك.